أول شيء نسأل ربنا جل جلاله عما نوال الإخلاص في أعمالنا. بدون إخلاص أعمالنا تكون هباء منثورا، فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص وحسن الخاتمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، نحمده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نوالوا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ويقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نوالوا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صبرا آل ياسر، إنا موعدكم وين؟ دبي، أمريكا، عمان، لا الجنة. صبرا آل ياسر، إنا موعدكم الجنة. فنحن في هذا المناسك عظيمة، والإنسان ما ممكن ينال محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأشياء كثيرة. أول شيء الإخلاص، سننال محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل الإخلاص أن نترك جميع المعاصي. إذا نترك جميع المعاصي بإذن الله سبحانه وتعالى سننال محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم عاشوا في هذه الدنيا بقلوب أهل الآخرة. الصحابة رضي الله عنهم عاشوا في هذه الدنيا بعقول أهل الآخرة. إيش معنى بقلوب أهل الآخرة؟ ما كان عندهم شيء في قلوبهم إلا محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا أشد حبا لله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. نالوا هذه الشهادة لرضوان لما تركوا المعاصي وجاءت محبة الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. وإيش كان يدور في عقولهم؟ تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. دار الآخرة دار في النعيم والسعادة والأمان والفرح. يوم من أيام عنا رجل اسمه الشيخ خليفة اليافع من صلاله الله يرحمه، ومات في الصين. كان يقول بلغتين مخلوطة، بلغة الإنجليزية وبلغة العربية، يقول لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم بكاملها: الدنيا فانية والآخرة باقية، الدنيا فانية والآخرة باقية. ثم قال: الدنيا nothing، الدنيا nothing والآخرة everything، والآخرة everything. فكيف تتمسك على nothing وتترك everything؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.